بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان النهاردة نشاط رياح على بعض المناطق وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا الأجواء صباحا بتكون معتدلة لكن بالليل الجو بيكون برد شوية. هو طبعا بالفعل الأحوال الجوية استقرت بشكل كبير، وقيم درجات الحرارة أصبحت حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، إذا كان فترة النهار أو حتى كمان فترات الليل. يمكن احيانا فتره النهار مع وجود اشعه الشمس بنحس ان هي اعلى من المعدلات الطبيعيه، لكن احساسنا بالطقس طقس حار فتره النهار في القاهره الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، طقس اقل حراره ودافي في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، طقس شديد الحراره في المناطق الجنوبيه الموجوده في جنوب الصعيد ده فترات النهار خاصه مع وجود اشعه الشمس. لكن احنا اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط من جنوب اوروبا، بالاضافه كمان وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم. فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا في انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده محسوس اكثر ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، اجواء فيها بعض البروده واجواء مائله للبروده ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. يمكن ده بيكون في معظم محافظات الجمهوريه خاصه في المدن الجديده الاماكن المفتوحه الاماكن اللي فيها ظهير صحراوي بشكل. طيب حضرتك بنقول النهارده ان في متوقع سقوط بعض الامطار الرعديه على كمان جنوب سيناء، ده مستمر معانا النهارده؟ بالفعل بالفعل، يمكن احنا الايام الماضيه امس واول امس في سقوط امطار على المناطق الموجوده في جنوب البلاد، اليوم هيكمل معانا سقوط الامطار على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، حلايب، شلاتين، مرسى علم، راس بنات، المناطق كمان الموجوده في جنوب سيناء، وهي امطار ما بين خفيفه الى متوسطه وممكن تكون رعديه احيانا بتكون على فترات متقطعه من اليوم. كمان هنحس النهارده ان في اعتدال في سرعات الرياح، لان النهارده نشاط الرياح هيكون موجود فقط في مناطق من جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، اغلب مناطق الجمهوريه في اعتدال كامل في سرعات الرياح. احنا طبعا الحمد لله بنشهد استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير في معظم المحافظات، وده مكمل معانا على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله. المهم بس ناخد بالنا من فترات الليل، لان البروده موجوده فتره الليل، فقدر الامكان الناس اللي خففت الملابس فترات النهار تكون فترات الليل مش ملابس صيفيه بشكل كامل، يفضل طبعا تكون الملابس الخارجيه تجنبا طبعا لنزلات البرد، ونتابع النشرات الجويه بسرعه. طبعا الظاهره اللي موجوده معانا هل هي مستمره ولا لا، وهي الشبوره المائيه، حابين نطمن من حضرتك عليها؟ هو طبعا وجود الشبوره المائيه اذا كان حتى موجود في بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه فهي شبوره مائيه خفيفه غير مؤثره تماما على حركه المرور او حتى كمان على الرؤيه الافقيه، فما فيش منها قلق تماما على مدار هذا الاسبوع، يعني ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه على مدار هذا الاسبوع، الاحوال مستقره لنهايه الاسبوع بدايه الاسبوع الجاي كمان. يعني احنا هنقعد في الاجواء المعتدله اللي هي نسبه الهواء اللي موجوده بالليل دي لحد نهايه الاسبوع ان شاء الله. او يمكن كمان مطلع الاسبوع الجاي مع اعياد شمسيين فنقدر نستمتع بالاجواء باذن الله. طيب ده حلو جدا عشان كل سنه هم طيبين اخواتنا المسيحيين والاحتفال طبعا معاهم بالعيد. لكن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 31 الصغرى 18، العاصمه الاداريه 32 17، اسكندريه 24 17، العلمين الجديده 24 16، مطروح 23 15، دمياط 24 17، بورسعيد 25 18، الاسماعيليه 31 16، السويس 30 15، العريش 26 15، كاترين 26 12، طابه 29 19، حلايب 29 23، شلاتين 32 24، شرم الشيخ 33 24، الغردقه 32 22،
الفيوم 32-18، بني سويف 32-18، الوادي الجديد 35-20، أسيوط 33-18، سوهاج 34-21، قنا 36-23، والأقصر 37-23، وأخيرا أسوان 37-24. مستمرين معاكم في الأجواء الطقس المعتدلة خلال ساعات النهار، وكمان بالليل الجو بيكون بارد ده قليلا، عشان كده ناخد بالنا من تفاوت درجات الحرارة ونلتدي بعض الملابس يعني ثقيلة شوية في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا يا دينا.